عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. قيل في غالب الأحيان من الصعب غالبا أن تكسب محبة الجميع وقبولهم، وليس من السهل دائما أن تجد شخصا ناجح يملك محبين وداعمين ولا يملك أعداء. وذكر فيما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا زرع فيه القبول ومحبة الناس له. هناك شخصا ما قد تميز بهذه الميزة الجميلة، كسب المحبة من الجميع، من زملائه والمقدمين ومن الجمهور، وأيضا الكثير من الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة بالبرنامج. هذا الشخص قد ربط اسمه بميزة القبول، ولهذا الشخص عدة ألقاب ومنها غيمة البزنس. وفق الله الجميع. جاني والله بداخل أبوي وجعل عمره طويل إن شاء الله، والله يبيض وجهكم على هالصوتية الجميلة، وجهك أبيض وجعل حسه يبطي يا رب العالمين. اللهم أمين، ويرحم المتوفى منهم. ما قصرت وإياك، وبعد 100 نقطة وصوتية واجد ولا أوكي جامعينها كلها. الله يطول عمرك. نبي هالمرة، أنا آسف على العشوائية في الاختيار لكن للترتيب هالمرة من الجلسة هنا أبي